ايش لونك بعدك حلو لو خرب لونك. مش فيك صاحبكم. السلام عليكم شباب بنات. البداية الصلاة على محمد وآل محمد. ثاني شيء اليوم مغرب بحسين إن شاء الله، ومو مغرب وإنما نايم هو، فراح أسوي له عدة عملية إزعاجات. استفزه من النوم وابقوا وياي وشوف إيش راح يصير. يلا. يوم راح اقرب في المعلم ان شاء الله. بالثاني وارجع السايب لوليني يما ولو كبران كبران لوليني يما ولو كبران لوليني يما شلون ما كان لوليني لوليني يما لوليلي يا الله لوليلي يما ولو كبران كبران لوليلي يما شلون ما جان مديدش علي وشوف اش صار بيا لولي يا يما في ايد ولوني لولي يا يما في ايد ولوني وهي كلمة تعجبك يما قولي 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 اخ 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 خلي شلونك شلونك يا بعد امك شلونك بعدك حلو لو خرب لونك انا شلونك شلونك يا بعد امك شلونك بعدك حلو لو خرب لونك يا يما يا يما يا يما ترى شد العلي ماله لا جالك وش فيك انت مو تجو شو تجو مو تعبي مو راسي مو تغني مو لا جالك وش فيك عجاني بدل ما تجي راسي جو انا قد يغشك روح بابا تجو استغفر الله you
يرهونا عيد فيجي يبي يرهونا اللايك والسبسكرايب حلو حتى اسوي لكم مقاطع قوية ان شاء الله.